السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس 34 من هذا الباقة المميزة ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمة اليوم almost. almost، ركز معي على اللفظ almost. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. قبل البدء get ready، write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook، تحتاج إلى كراس، حضر الكراس وقلم. a pencil، just 2 minutes، فقط دقيقتان. And say after me 5 times aloudly. كرر بعدي العبارات بصوت مرتفع باللغة الإنجليزية باللفظ الصحيح 5 مرات لتتقنها بشكل جيد. أيضا اضغط الآن على إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة. أما الدروس السابقة سيظهر الرابط في الأعلى الآن، بإمكانك مشاهدته الضغط عليه، أو أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف هناك رابط لجميع الحلقات. كلمة almost، almost لديها مجموعة من المعاني. تقريبا almost، تقريبا almost، حوالي almost، على ما أعتقد. نأخذ المثال الأول. The place was almost empty. كان المكان فارغا تقريبا. The place، المكان، was almost empty، كان فارغا تقريبا. المثال الثاني. The storm, العاصفة، was almost open them. The storm was almost open them. كانت العاصفة تقريبا فوقهم. كررها الآن. The storm was almost open them. أهم المرادفات لكلمة almost. Nearly, تقريبا. Almost, about. تقريبا أيضا. About أخذناها في الحلقات الأولى. Almost around حوالي. Almost roughly أيضا تأتي بمعنى تقريبا، ولديها معاني أخرى كلمة roughly، ولكن هنا تأتي بمعنى almost مرادفة لها roughly. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكونوا استفدتم منها. حاولوا تكرارها، فإن التكرار هو أم المهارات، ولإتقان الإنجليزية يجب عليكم التكرار كثيرا، والتكرار 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 حتى تتقنوها بشكل جيد. شكرا لكم على المتابعة، واستمروا بالمثابرة. إلى اللقاء.